حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. استياء شعبي كبير من ارتفاع أجور قوائم الكهرباء برغم انقطاع التيار على مدى أيام وأسابيع. هذه القوائم التي من المفترض أن تؤجل في الوقت الراهن أو تجري عليها تسوية في ظل أشهر الحجر الصحي بسبب توقف أغلب الأعمال الحرة. تواطؤ أصحاب المولدات الأهلية من قبل بعض الجهات السياسية التي لها مصلحة في قلة الطاقة المجهزة للاستفادة من مبالغ المولدات التي ارتفعت هي الأخرى. خليكم ويانا مشاهدينا، أرحب بضيفي اللي راح يكون ويانا اليوم داخل الاستوديو الأستاذ حيدر عرب الموسوي المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حيدر. حياكم الله. مرحبا بك سيدي. نعم، تحياتنا لك. بداية أستاذ حيدر، شلون نشوف اليوم قوائم الكهرباء في ظل الانقطاعات المستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مرة أخرى لقناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام. أعتقد هنالك عدم وضوح بالسياسة المتبعة من قبل وزارة الكهرباء في هذا الجانب. نعم. من باب أنه الآن نشاهد أنه القطوعات الكبيرة، بحيث أنه وصلت إلى العدم في هذا الجانب، يعني من يوم تنقطع الكهرباء 4 ساعات تجيني ساعة أو ساعتين، وهاي الساعتين ايضا متقطعه باعتبار نتيجه الاحمال الكبيره على المنظومه الكهربائيه، وبالتالي لا تستقر الطاقه الكهربائيه في هذا الجانب. من ثم تاتيني حقيقه جبايه الكهرباء بارقام كبيره جدا لا تتلائم ولا تنسجم حقيقه مع الواقع الحقيقي في هذا الجانب. اذا يجب ان يكون هنالك وقفه جديه في هذه القضيه. هذا جانب. الجانب الاخر حقيقه نعم، انقطاعات كهرباء، هنالك ايضا نظام بدأ العمل به عام 2003 هي المولدات، إذ كانت مولدات حكومية أو مولدات للقطاع الخاص في هذه القضية، عندما يخرج أو أعطيت الصلاحيات للمحافظين بتحديد سعر الأمبير الواحد، وأيضا تأتي هذه القائمة عندما يحدد المحافظ سعر الأمبير، نشاهد عدم التزام من قبل جميع القطاعات، إذ كانت القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية في هذه القضية، بالالتزام بسعر الأمبير. هنالك مناطق وصل سعر الأمبير إلى 25,000، وهنالك 18، وهنالك 15، على أقل تقدير هنالك بعض المناطق 9,000. وبالتالي عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة. برأيك شنو سبب اليوم أصحاب المولدات مدى يلتزمون بالأسعار؟ بطبيعة الحال لا توجد هنالك حقيقة سياسة لمتابعة هذه المولدات، ولا توجد هنالك سياسة أيضا المعاقبة الشخص الغير ملتزم في هذه القضية ومكافأة الشخص الملتزم، باعتبار هذه السياسة يجب أن ترعى في قضية أنه الملتزمين يجب أن يكافئوا وغير الملتزم يجب أن يحاسب. وبالتالي هنالك أيضا نقطة مهمة في هذه القضية، أغلب المتنفذين بمصدر القرار يوجد لديهم مجموعة من المولدات، وبالتالي عدم استقرار الأسعار أو عدم الالتزام بالأسعار التي تصدرها الحكومة أو الجهات المعنية في هذه القضية هو يخدم مصالحهم، وبالتالي نشاهد هنالك ضعف متابعة وضعف مراقبة، وكذلك أيضا لا يوجد هنالك محاسبة للذين لا يلتزمون بهذه القاعدة. وبالتالي المفروض من اللي يحاسب؟ هي منظومة. أولا قضية المولدات، إذا أتينا لقضية المولدات هي الآن تحت إدارة السيد المحافظ. نعم. وبالتالي يجب أن تكون هنالك قرارات صادرة من السيد المحافظ بمحاسبة الذين لا يلتزمون بهذه القضية. هنالك مولدات تم تسليمها من الدولة العراقية لمتعهدين، وبالتالي الذي لا يلتزم يجب أن تسحب منه هذه المولدة حقيقة، باعتبار أصبحت نشاهد حقيقة الأرباح الخيالية والكبيرة التي حققوها نتيجة عملهم داخل هذه، وبالتالي يجب أن يكون هنالك احترام لهذه القرارات. أما إذا أنا أصدر القرار لكن لا توجد هنالك متابعة ولا محاسبة للذين لا يلتزمون بهذه القضية، وبالتالي من أمن العقاب؟ أساء الأدب في هذا الموضوع وبطبيعة الحال. إذا نحن نحتاج حقيقة إلى قرارات شجاعة ورصينة أيضا بنفس الوقت لمتابعة هؤلاء. بنفس الوقت يجب أن تكون أيضا إجراءات وزارة الكهرباء بهذه القضية، بقضية حقيقة تقييم المستهلك من الطاقة الكهربائية، ويجب أن يكون حقيقة بشكل عادل، باعتبار هذه الأرقام الكبيرة والخيالية عندما تضرب لهؤلاء ولا وبالمحصلة لا توجد هنالك قراءات، يعني العدادات الموجودة بالبيوت لا توجد هنالك قراءات، وإنما جميع الأرقام هي أرقام تخمينية. نعم. من قبل وزارة الكهرباء. أكيد أكو اختلاف اليوم بين المناطق الزراعية والمناطق التجارية، وأيضا المحلات التجارية اليوم أكو بهم يعني مدى يحولوها تجاري حتى لا تنحسب القوائم ويزيد العداد. أحسنتم. بالتالي بما أنه لا توجد هنالك عدادات،
لن نستطيع أن نحدد الاستهلاك الحقيقي للمواطن إذ كان هذا استهلاكا تجاريا صناعيا منزليا، وبالتالي أيضا التسعيرات يجب أيضا أن تراعى هذه القضية. هذا الجانب. الجانب الآخر، نعم المواطن لا يذهب لتسجيل هذا القطاع إذ كان صناعيا أو تجاريا، لكن عندما يأتي قارئ الميزان ماذا يرى؟ احنا هنا ايضا يجب ان قضيه المتابعه والمراقبه في هذا الجانب، وواقع فرض واقع حال بهذه القضيه. اجي انا القي محل تجاري، محلات تجاريه، اجي القى معمل صناعي، معامل للموطه، معامل حقيقه للجزء بالسابق كان بيت بس تطور صار يعني مثلا معمل او محلات بالضبط تجاريه، بالتالي انه لازم تتحول فصيله، وبالتالي اجابي حقيقه الرقابه من قبل وزاره الكهرباء على هذه المعامل يجب ان يكون حقيقه واقع على الارض، وبالتالي تسجل ويغرم ويحاسب المفروض الذي لا يسجل حق مشروعه اذ كان تجاريا او صناعيا لدى وزاره الكهرباء في هذا الجانب. نعم. مطمئن انه لا توجد هنالك محاسبه، مطمئن لن يعاقب على هذا حقيقه الخرق للقانون، وبالتالي لن يبلغ ولن يحول حقيقه استهلاكه من منزلي الى تجاري. حتى الاستهلاك المنزلي هنالك نوعيتين من الاستهلاك المنزلي اللي هو سنجل فيز والتري فيز. التري فيز حساباته تتغير في هذه القضيه، والسنجل بيز ايضا حساباته باعتبار عمليه التشغيل او استهلاك الطاقه الكهربائيه سوف تكون اكبر في يعني ما بين هاتين الحالتين او ما بين هاتين حقيقه الوضع الذي يسحب منه المواطن العراقي التيار الكهربائي. نعم. اذا نحن نحتاج حقيقه اولا نحتاج جهه رقابيه تتابع الواقع الكهرباء، لكن بنفس الوقت ايضا نطالب من قبل وزاره الكهرباء ان يكون انتاجها وان يكون ادائها مرضيا. انا مو اجي مثلا الكهرباء ما موجوده او الكهرباء ينطينيها اربعه بواحد القطع اربعه والتشغيل ساعه واحده، بعد ذلك يجي يقول لي لا انا اريد من عندك حقيقه مبالغ، انا ايش مستهلك؟ يعني باليوم الكامل ما استهلك لي اربع ساعات وانت تطالبني. هي اصلا استاذ حدها الكهرباء وينها؟ يعني يوم من تجي قوائم مرتفعه بيجي اسعار، هي وينها اصلا الكهرباء؟ بالضبط ما موجوده الكهرباء. وعليه حقيقه ان يكون هنالك معيار حقيقي وواقعي لفرض الجبايه وكذلك اليه كميه الانتاج. بلقاء سابق اجمعنا ايضا من خلال قناتكم ومن خلال برنامجكم تحديدا مع الاستاذ احمد، تحدثنا وقال الاستاذ احمد انه كميات الانتاج كبيره وجيده واستطعنا ان نصل الى كميات اكتفاء، اي معنى المحافظات الجنوبيه 24 ساعه المحافظات الجنوبيه تحدث الاستاذ احمد قال 24 ساعه، بغداد يمكن حس اذا ما تخونني الذاكره 18 ساعه، المحافظات الشمالية أيضا وصلت إلى 22 و23 ساعة، وبالتالي هذه الأرقام أين هي من الواقع الحالي؟ بس احنا أستاذ حيدر بصيف يعني الجو حار والجو ملتهب مثل ما يقولون، شلون بدي أشوف يعني انقطاع؟ حقيقة الانقطاع لا يوازي الأجواء الحالية باعتبار نحن الآن كهرباء ما موجودة، بالمقابل هنالك ارتفاع شديد لدرجات الحرارة. بنفس الوقت أيضا نحن نحتاج يحتاج المواطن العراقي ان يكون الاجواء داخل المنزل بارده مكيفه باعتبار هنالك اسر قد تكون اطفال شيوخ كبار، يعني نحن يعني الشباب ولو انا يعني اقول انا شاب زين، نحن الشباب نستطيع ان نتحمل درجات الحراره، نستطيع ان نتحمل بعض الظروف الاخرى، لكن المريض ونحن الان في وسط جائحه كورونا وهذه الجائحه ايضا تحتاج هذه الخدمات وتحديدا خدمه الكهرباء. اين الكهرباء حق هذا السؤال يوجه الى وزاره الكهرباء. انتم عندما كنتم تتحدثون انه الانتاج وصل الى الذروه اي معنى 24 ساعه تقدم الى بعض المناطق، الان اين الكهرباء؟ نسال اين ذهبت الكهرباء التي كانت تنتج وتعطى لمده 24 ساعه؟ هل هنالك وراءها مثلا خلل معين باداء الوزاره؟ هل انه الطاقه الكهربائيه لا تكفي وبالتالي كيف تتحدثون سابقا وتقولون انه وصلنا الى مرحله الاكتفاء؟ اذا نحن نحتاج الى مكاشفه حقيقيه من قبل وزاره الكهرباء مع المواطن العراقي، ويجب ان نتحدث من حقيقه وراء المشكله. حتى اذا طلعوا على القنوات يغضون البصر يقولون يعني انه ماكو انقطاع وتجهيز 24 ساعه، شنو الفائده يعني؟ كل الكلام ولو من يتحدث يتحدث لمن؟ الا يتحدث الى المواطن العراقي؟ خب المواطن العراقي ادرى يعني عليه من مثلا دا يكذب او دا يقشمر من اذا صح التعبير بهذا التعبير الدارج والتعبير قشمر من يعني بهذه القضيه، يعني الكهرباء ما موجوده ويقول اكو كهرباء، انا بالبيت مقطوع الكهرباء واشوفها بالتلفزيون يقول لي كهرباء موجوده، وبالتالي هذا تناقض بالحديث. اعتقد تضع وزاره الكهرباء اذا ما تحدثت بهذا الاسلوب نفسها في موقف حقيقه محرج وموقف غير واقعي في هذه القضيه، وبالتالي المواطن يفقد المصداقيه ما بينه وما بين حقيقه وزاره الكهرباء والمتحدثين بوزاره الكهرباء. نحن نحتاج
أن يخرج لنا حقيقة وزارة الكهرباء وتتحدث بشفافية وصدق أنه لماذا بعد 17 سنة أو 18 سنة لحد هذه اللحظة لم تستطع وزارة الكهرباء من حقيقة حل مشكلة الكهرباء وتوفير يعني الطاقة الكهرباء بشكل واقعي. حدر الخلل وين 17 سنة المشكلة من حلت يعني أحنا كل هيك هي معجزة أوراد لها معضلة. أعتقد أنا كقارئ للمشهد السياسي أعتقد أن وضع الكهرباء هو ليس أو السبب في حقيقة عدم إكمال المنظومة الكهربائية هو ليس سببا فنيا. شنو السبب؟ وبالتالي هو السبب سبب سياسي، والسبب السياسي هم أنا لا أعزوه إلى الطبقة السياسية الداخلية، وإنما هنالك إرادات وأجندات خارجية تحاول أن تفرض إرادتها على الواقع العراقي إذ كان خليجيا. يعني بالداخل داخل العراق أكو سياسيين متنفذين مسيطرين على قطاع الكهرباء؟ لا أنا أتحدث وأقول هنالك قرار خارجي من دول خارجية ترغب بأن يبقى العراق ناقص خدمات. وبالتالي هذا خلي اكمل وجهه نظري ست هبه رجع. وبالتالي هذه القرارات الخارجيه تضغط على قوى سياسيه داخليه ان تعمل وان تسعى بان لا تكمل حقيقه المشاريع الفنيه، وبالتالي تعطى هذه المشاريع الفنيه لهذه الجهات الخارجيه لكن تتلكأ بادائها. وبالتالي حقيقه شركه جنرال الكتريك لحد هذه اللحظه يمكن من عام 2007 او 2008 لحد الان استلمت جميع مشاريع الطاقه الكهربائيه، اين هذه المشاريع؟ اين هذه المحطات؟ وبالتالي اعتقد دوله بحجم الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع ان توفر طاقه كهربائيه الى الشعب العراقي، وصارنا اكثر من 17 سنه، وبالتالي هي من وبالتالي هنالك قرار خارجي ان تبقى قضيه الخدمات ناقصه في العراق، وبالتالي اذا ما ارادت ان تتحكم ترمي اللوم على جهه سياسيه تتهمها انها ماسكه للسلطه، وهي من يعطل ويلك وحقيقه لا ينجز ما عليه في هذه من واجبات في هذه القضيه. نعم. وبالتالي اذا ما تحدثنا وقلنا انه السبب خارجي، وبالتالي قال لماذا الا يعتبرون هؤلاء قاده وطنيين؟ لماذا يخضعون الى الاراده الخارجيه؟ اذا ما تحدثت او ذهبت هذه القوى الى بلدان اخرى من اجل حقيقه سد النقص في هذه القضيه، ومثال ذلك شركه سيمنز الالمانيه في هذه القضيه، شاهدنا التدخل المباشر والواضح من هذه البلدان لتعطيل هذه المشاريع، وخير مثال ذلك اخر حقيقه عندما ذهب السيد عادل عبد المهدي لتوقيع اتفاقيه ما بينه وما بين الصين، ومن ضمن هذه الاتفاقيه ايضا حل مشكله الكهرباء، كيف تعاملت معه هذه القوى؟ وهو حقيقة شخصيا قد خرج وقال بنص هذا اترك الاتفاقية الصينية، اترك الاتفاقية مع سيمنز وسوف تنتهي هذه التظاهرات وسوف تبقى في سدة الحكم في هذا الجانب. هذا ما تحدث به حقيقة السيد عادل عبد المهدي وبشكل صريح. وبالتالي حقيقة من هذه المعلومات ومن هذه نعم التظاهرات انتهت، شنو اللي تغير وراها؟ احسنتم، لم بل زاد الطين بلة في هذه القضية. إذن هنالك سياسة متبعة، سياسة خارجية، لكن هنالك بعض الأدوات الداخلية إذ كانت سياسية أو غير سياسية حقيقة تحاول أن تحرك المشهد السياسي والمشهد الخدم بما لا يخدم البلد. وبالتالي حقيقة للأسف يقع ضحية هذا الموضوع وهذا الصراع السياسي والصراع الدولي هو المواطن العراقي. وبالتالي منذ 2003 أو منذ عام 1990 ولحد هذه اللحظة لم نشاهد هنالك حقيقة استقرار للطاقة الكهربائية، ولم يتنعم المواطن العراقي بالطاقة الكهربائي ولا بكثير من الخدمات الأخرى إذ كانت خدمات الصرف الصحي أو المياه الصالحة للشرب وبشكل طبيعي وبشكل واقعي. يعني إحنا بالسنتر ببغداد ومرات ينقطع عنا الماء، وأيضا هنالك مشاكل ونشاهد المشاكل، مشاكل الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي تظهر علينا في فصل الشتاء، ما أن هنالك تحدث زخات مطر بسيطة وإذا بالشوارع حقت تغرق بالمياه، مياه الصرف الصحي. وبالتالي نقص الخدمات هذا إلى ماذا نعزوه؟ إذا هنالك إرادة سياسية لا ترغب بأن يكون أداء الحكومة خدميا حقيقيا ناجحا، تسعى من أجل إفشال بعض القوى السياسية التي اتهموها باطنا أنها تمسك السلطة. وبالتالي الآن من يمسك السلطة؟ الآن الجميع يتحدث أنه السلطة الحالية، الحكومة الحالية هي حكومة تقنقراط. يتحدث السيد الكاظم وبحديث صريح ويقول أنه جميع الوزراء الذين موجودين حاليا في سدة الحكم هم وزراء مستقلين قد أتيت بهم أنا ولم تتدخل القوى السياسية باختيارهم. وبالتالي إذا كانت حكومة تقنقراط وحكومة بعيدة عن التوجهات السياسية الموجودة والتي لطالما حقق اتهمنا هذه القوى السياسية هي التي تعطل الخدمات وتقديم هذه الخدمات، إذا يا سيدي يا سيدي رئيس الوزراء إذا كانت حكومتك حكومة مستقلة بعيدة عن القوى السياسية لماذا والآن قد مرت أكثر من عام على هذه الحكومة لماذا لم نشاهد هنالك تقدم ولو طفيف في هذه القضية لمعالجة حقيقة هذا النقص الكبير من الخدمات؟ يعني برأيك أستاذ حيدر اليوم السياسيين يمتلكون كهرباء ببيوتهم الخاصة؟ شوف خلينا نحكي بهالصراحة،
إذا ماكو كهرباء وطنية مباشرة تجي للمسؤول، هنالك المولدات الكبيرة التي تقدم الخدمة باعتبار حقيقة الثراء الفاحش لكثير من المسؤولين، وبالتالي يستطيع أن يغطي نقص هذه الخدمة بشكل بسيط وبشكل يسير عكس المواطن الفقير. نحن من يدفع حقيقة ضريبة نقص الخدمات هذه باعتبار المواطن الفقير لا يستطيع حقيقة أن يسد هذا النقص الحاصل بتعويض آخر أو من جانب آخر. شاهدتي ارتفاع أسعار الأمبير للمولدات حقيقة كيف أضر بميزانية المواطن العراقي، مع ارتفاع سعر الصرف الدولار أمام الدينار قد أضر التضخم الكبير في الأسواق الآن، وارتفاع الأسعار في الأسواق الآن أيضا أضر بالمواطن العراقي. وبالتالي إذا كان موظفا، لا نذهب للشخص أو الرعاية الاجتماعية الذي يتقاضى 250 أو 300 ألف دينار من الدولة العراقية، نعم. يمكن بس للكهرباء ما راح تكفي إذا كان سعر الأمبير 25 ألف دينار، وبالتالي إذا يسحب له 5 أمبيرات هاي 125 ألف دينار، كيف يستطيع أن يواجه حقيقة هذا الغلاء الفاحش في السوق العراقي؟ اليوم ما عنده راتب شلون يقدر يدبر أمره؟ شلون يقدر يعيش؟ إلى الله. الله عشان يسوي بعد؟ لازم نتحدث بهذه اللغة. وبالتالي أعتقد أنه الحكومة العراقية، الدولة العراقية عندما قدمت دستورها تحدثت فيه بنود مهمة أنه يجب رعاية المواطن العراقي وإيجاد الحياة الكريمة للمواطن العراقي. أين الحياة الكريمة يا سادتي أعضاء مجلس النواب العراقي، يا سادتي أعضاء مجلس الوزراء العراقي، يا سيدي يا رئيس الجمهورية، أين الحياة الكريمة للمواطن العراقي الذي لا يوجد لديه لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات أخرى، الآن أمام حقيقة فيروس كورونا، أيضا الوضع الصحي متدهور في العراق، الأسعار والأسواق المحلية للمواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي المواطن العراقي كيف يستطيع أن يعيش بكرامة حقيقة وهذه الأجواء المحيطة به بشكل كامل؟ أين أنتم من المواطن العراقي؟ نحن نحتاج حقيقة إلى مواقف جدية، إلى تشريعات جدية، إلى إجراءات جدية من قبل الحكومة العراقية لتلافي هذه حقيقة الكوارث التي تقع على رأس المواطن العراقي. نعم، برأيك يوم نسبة الفساد المالي والإداري قد توصل نسبته بوزارة الكهرباء؟ شوف، إذا ما تحدثنا نحن نحتاج إلى أرقام دقيقة للحديث في هذه القضية، لكن إذا ما تحدثنا عن الفساد، الفساد مستشري في جميع حقيقة مفاصل الدولة العراقية، في جميع مؤسسات الدولة العراقية، وزاراتها، مديرياتها، الهيئات المستقلة في هذه القضية. وبالتالي أنا كمراقب للشأن السياسي لست مطلعا بشكل دقيق، ولست مختصا بالكشف عن ملفات الفساد الموجودة في وزارة الكهرباء، لكن أقول لك، هل توجد فساد في وزارة؟ نعم، يوجد فساد في وزارة الكهرباء، وفساد كبير جدا، والدليل بسيط جدا. منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، هل استطاعت وزارة الكهرباء أن تتم حقيقة أو تخلق مشاريع حقيقة كاملة وتعطيها إلى المواطن العراقي؟ هنالك نقطة جدا مهمة، أنا كتبت في أحد المرات بثلاثة اسم أسطر، أتينا بمولدات حقيقية زين من وضعت هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لا يوجد هنالك حق منتج لتشغيل هذه المحطات، بالتالي ذهبنا إلى ماذا؟ إلى الاستيراد الخارجي لتشغيل هذه المحطات، وتركنا حقيقة الوقود الداخلي لا نستخدمه لتشغيل هذه القضية، وبالتالي أصبح الشغل علينا مرتين، نستورد الطاقة الكهربائية ونستورد والطاقة الكهربائية المحلية أيضا نستورد لها المنتوج الذي يشغل هذه المحطات. وبالتالي كيف نستطيع أو كيف أضع الثقة بوزارة تعمل بهكذا طريقة؟ إذن حقيقة هذا العمل هو عمل مجلس النواب العراقي باعتبار هو الجهة التشريعية والرقابية والتي تحاسب حقيقة الوزارات باعتبار هو من الذي يشرف ويتابع ويراقب عمل هذه الحكومة، هو مجلس النواب العراقي الذي أعطاها الثقة بالعمل. وبالتالي أعتقد يجب أن يكون هنالك مواقف حقيقية وهنالك لجنة نزاع في مجلس النواب العراقي. نعم، كهرباء العراق اليوم وين؟ إحنا ليش بس نستورد؟ ليش الكهرباء بالعراق وين راحت؟ هذه من 2003 لحد هذا اليوم، هذه النقطة، المبالغ التي تم تخصيصها من أجل النهوض بواقع الطاقة الكهربائية مبالغ كبيرة جدا. نعم، وبالتالي أيضا إحنا نحتاج أن نقف عند هذه المبالغ التي صرفت، لماذا صرفت هذه المبالغ التي لو حقيقة كانت هنالك أيادي أمينة بهذا العمل لشاهدنا أنه العراق قد انتهت مشكلة الطاقة الكهربائية، ولا ما اضطررنا أن نذهب إلى استيراد الطاقة الكهربائية. هنالك ملاحظة حقيقة يجب أن أطرحها في هذا الجانب. نعم، نحن متوجهين الآن، هنالك ربط مع الجمهورية الإسلامية، هنالك مشروع أيضا للربط مع اسماء البلدان الخليجية، وهنالك ربط الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق. طيب أنا أسأل، تكلفة الربط إذ كان مع شبكة البلدان الخليجية أو الربط الثلاثي مع مصر والأردن في هذا الجانب،
كم سوف يكلف الدولة العراقية؟ للعلم أنه مسؤولية الدولة العراقية هي من تربط، أي من تمت هذه الشبكات، كم سوف يكلف الدولة العراقية؟ لو ذهبنا حقيقة بهذه التكلفة إلى إنشاء محطات للطاقة الكهربائية لشاهدنا أنه هذه المبالغ لسدت هذه المنشآت، وبالتالي أصبح لدينا حقيقة طاقة محلية نستطيع أن نصدرها إلى الخارج. هذا جانب. الجانب الآخر حقيقة أنا أستغرب من قضية لماذا لحد هذه اللحظة أنه الحكومة العراقية تصر أنه يكون هنالك توليد الطاقة الكهربائية بشكل مركز، أي معنى يكون هنالك محطات ترسل الطاقة لكثير من المحافظات، لماذا أيضا لا نستخدم إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل لا مركزي في هذه القضية، وبالتالي تكون هنالك محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية لكل محافظة، وبالتالي سوف نستغني عن قضية حقيقة مد شبكات نقل الطاقة الكهربائية. وبطبيعة الحال هذه الشبكات نقل الطاقة الكهربائية نحن نعلم أن الطاقة الكهربائية كلما امتدت المسافة فهي تموت، إذن نحن نحتاج إلى محطات لرفع القدرة من أجل إيصالها إلى مناطق اسمها بعيدة. لماذا هذه التكلفة؟ إذن كان من المفترض أن يكون أيضا، بما أنه كان عملنا أو تفكيرنا بالجانب السياسي هو توزيع السياسة أو السلطة بشكل لا مركزي، إذن يجب أن يكون توزيع أيضا الخدمات بشكل لا مركزي بهذه القضية، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا نقل الطاقة الكهربائية أيضا مثل ما تحدثنا قبل قليل هو أيضا تكلفة، وتكلفة كبيرة على الدولة العراقية. لماذا لا أنهي هذه التكلفة وأن تكون حق هذه المحطات داخل هذه المحافظات للحفاظ، أن تكون هذه الطاقة الكهربائية توليدها محليا وحقيقة استهلاكها محليا أيضا. نعم أستاذ حيدر، نشوف كل دول الخليج اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة لكن مستغلة الطاقة الشمسية بالصورة الصحيحة وتولد طاقة كهربائية متحولها، ويمكن يستفادون من عدم نشوف لا عندهم مولدات ولا عندهم أزمة كهرباء. اليوم درجة الحرارة مرتفعة بالعراق، ليش ما يتم استغلالها بصورة صحيحة من قبل وزارة الكهرباء؟ في العراق متوفر كل شيء. شوف، ليست حقيقة المحطات التوليد طاقة اللي يسموها الطاقة الحرارية فقط هي من تولد الطاقة الكهربائية وتوفر طاقة، هنالك المولدات الكهرومائية لم تستغل بشكل حقيقي، ولدينا أكثر من نهر في العراق، هنالك الطاقة الشمسية، هنالك أيضا لدينا الرياح، وأيضا هنالك مناطق نستطيع أن نستخدم الطاحونات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية. جميع هذه متوفرة حقيقة في العراق، واستطاعتنا أن نولد كهرباء بجميع المجالات. وبالتالي لا يستغلوها بصورة صحيحة. الإرادة وصدق الإرادة وصدق النوايا والتخطيط الحقيقي، وأنا بداية حديث الست هبة قلت لك إنه هذه الإرادة هي ليست إرادة وطنية بحتة، هنالك إرادات خارجية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي، وبالتالي مشكلة نقص الطاقة الكهربائية هي مشكلة سياسية بحتة في هذا الموضوع. إذن نحن نحتاج إلى قرار سيادي في هذه القضية، يجب أن تأتي حكومة حقيقة تهتم بالمواطن العراقي، يجب أن تأتي حكومة ترعى مصالح المواطن العراقي، لا تهتم بالإرادات الدولية إذا ما تقاطعت مع إرادة حقيقة ابن البلد، يجب أن تقدم مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الفئوية والشخصية والحزبية، وكذلك على المصالح الأخرى والعلاقات المشبوهة مع بعض البلدان الخارجية، ونحن نتحدث عن الجميع لا نستثني أحدا في هذا القاضي. نعم زين، برأيك اليوم يعني العاملين بوزارة الكهرباء هم شخصيات يعني سياسية غير كفوءة لإدارة هاي المناصب اللي هم يعملون بها حاليا، يعني كوزير أو كوكيل وزير أو كموظف؟ أنا كمتابع عالي. نعم أنا كمتابع حقيقة، هنالك معادله الكهرباء، انتظر اذ كان هنالك انتاج جيد وتوفير طاقه كهربائيه جيد، اذا القيمين على هذا الموضوع جيدين، بالتالي اذا ما اجتني مثلا طاقه كهربائيه صحيحه وبشكل حقيقي اذا هنالك خلل وهنالك تقصير بالقيمين على هذا الموضوع. يجيني يقول لي اكو مشاكل سياسيه، اي اطلع العدل الناس، اطلع قل لهم بويا احنا عندنا الجانب الفني 1 2 3 واللي عطل هذه المشاريع فلان الفلاني، خلي يكون شجاع بهذه القضيه، خاطر المواطن العراقي يقول لا والله التقصير مو بالوزاره، التقصير بالجهات السياسيه الفلانيه والفلانيه التي عطلت هذه المشاريع وعطلت هذه، اذ كانت هنالك اراده خارجيه ودوليه ايضا تعطل، ايضا اخرج للمواطن العراقي، ليش انا اشيل الحمل لوحدي؟ ليش انا اشيل التهم لوحدي؟ ليش انا المواطن وابن البلد يبدي يشكك بي وبنزاتي وموقفي؟ انا شخصيه وطنيه حقيقيه اعمل لاجل تقديم خدمات حقيقيه للمواطن العراقي، لكن هنالك قوى سياسيه اخرى تعطل او تعرقل عملي، يجب بشفافيه، يجب ان نصل للمواطن العراقي وتحدث. ليش يتكلمون بصراحه؟ هذا خوف يعني من السياسيين المسيطرين عليهم؟ لو شنو السبب برايك؟ وبالتالي هذه الحق هذا السؤال يجب ان تجيب عليه وزاره الكهرباء في هذه القضيه، هل هنالك قوى سياسيه مسيطره على قراركم؟
هل هنالك قوة سياسية هي من تتحكم بإرادتكم وتتحكم بالعمل الموجود في وزارة الكهرباء؟ نعم. حقا ننتظر الجواب منهم، مو احنا اللي نقرأ الواقع، احنا نقرأ الواقع نقول انه وزارة الكهرباء مقصرة. ليش مقصرة؟ لانها ما قدمت حق الخدمة للمواطن العراقي. كيف انا اقول ان وزارة الكهرباء غير مقصرة اذا ما كانت الخدمة تقدم الى المواطن العراقي بشكل كامل باعتبار من هو المسؤول ومن هو بالواجهة في هذه القضية؟ وزارة الكهرباء بوزيرها بوكلائها بمدير عامها بالموظفين الموجودين فيها. وبالتالي حقيقة اذا ما ارادت وزارة الكهرباء ان تدفع حقيقة هذا الاتهام عن نفسها عليها ان تتحدث بشفافية وبواقعية في هذه القضية. اذ كانت هنالك اجندات سياسية تتحدث عن الاجندات السياسية، اذ كانت هنالك قوى خارجية فلتتحدث عن هذه القوى التي تعطل هذه المشاريع وتعطل عمل الفني لوزارة الكهرباء في هذا الجانب. لا أن تصمت، الصمت دلالة على أنه هذا التقصير هو نابع من الوزارة ولا توجد هنالك قوة حقيقة تمنع هذه القضية. يجب أن يكون هنالك مكاشفة، يجب أن تكون هنالك مصارحة شفافية في الأداء وفي العمل وفي الطرح. وبرأيك راح يجي يوم يعني راح يطلع شخص مسؤول من وزارة الكهرباء يتحدث بصراحة عن المواطنين؟ نتمنى يكشف الأوراق بعد نتمنى. ما يفيض الكيل مثل ما يقولون. أنا متيقن أنه هنالك في داخل الوزارة والقيمين على الوزارة الشخصيات الكفوءة والشخصيات النزيهة والوطنية الحقيقية التي سوف يأتي يوم وتصل إلى حقيقة سدة إدارة وزارة الكهرباء وسوف تتحدث بشفافية وصراحة في هذه القضية باعتبار أنه إن لم توجد هنالك هذه القوى الوطنية حقيقة فلنقرأ على الدنيا السلام باعتبار أنه سلمنا أمورنا بهذه القضية. إذن نحن نحتاج إلى قرار شعبي حقيقي وواقعي من أجل أن يضغط على هذه القوى السياسية أن تتفاعل وأن تعمل بشكل حقيقي وبشكل جدي، وإلا الانتخابات القادمة هي الفيصل وهي التي سوف حقيقة توجه أو التي سوف تكون هي الانتفاضة الحقيقية لتغيير الواقع وتغيير الشخوص. وبالتالي من تصدى ومسك السلطة إن لم يقدم خدمات إلى المواطن العراقي على المواطن العراقي أن يحسن الاختيار وأن يبعد الوجوه التي لم تقدم شيء ولم تقدم شكل أو تقدم خدمات واقعية للمواطن العراقي. نعم. برأيك يعني أستاذ حيدر وتيرة التظاهرات ممكن تعود مجددا للساحة العراقية بعد استمرار أزمة الكهرباء وإحنا اليوم مقبلين على حر وحر كل شديد اليوم ده يأثر على حياة المواطنين. اليوم يعني إذا نشوف الأمراض المزمنة تزيد عند المواطنين، يوم الأطفال تزيد أمراض عندهم التيفو، واليوم إحنا بجائحة كورونا، ممكن ترجع وتيرة التظاهرات مجددا للشارع العراقي؟ اليوم هنالك دعوة للتظاهرات أمام وزارة الصناعة. نعم. وهنالك دعوات ولا تزال هنالك العديد من الشرائح البلد المظلومة هي تفترش الحقيقة الشارع والطريق حقيقة متظاهرة ومعتصمة على أداء الدولة العراقية والحكومة العراقية. نعم. وبالتالي أنا أعتقد بل متيقن في هذه القضية إذا ما استمرت الحكومة العراقية على هذا المنوال وعلى هذه الآلية لإدارة البلد، نعم سوف تكون هنالك تظاهرات وتظاهرات كبيرة جدا تطالب باسترداد حقيقة حقوق الشعب العراقي التي نهبت طوال السنوات الماضية. نعم. زين برأيك استاذ حيدر اكو امل تنتهي مشكلة الكهرباء بالعراق؟ وبرأيك شنو الحلول اليوم اذا انتهت هاي المشكلة؟ هنالك نقطتين أساسية إذا ما أردنا أن ننهي هذه المشكلة، يجب أن تكون هنالك نوايا صادقة من قبل القوى السياسية وكذلك من المنظومة الحكومية بتقديم الخدمة للمواطن العراقي. هذه النقطة. النقطة الثانية، يجب أن تتخلص هذه القوى السياسية وكذلك المنظومة الحكومية والفنية تحديدا من الضغوطات الخارجية وضغوطات القوى السياسية وأن تعمل بشفافية وبشكل حقيقي وواقعي لتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي. إذا ما طبقنا هاتين النقطتين حقيقة سوف نصل إلى مرحلة ننهي هذه المشكلة، مشكلة الكهرباء ومشكلة كثير من الخدمات الأخرى. لكن للأسف هنالك قوى لا ترغب بأن يكون العراق مستقرا كامل الخدمات كامل السيادة في هذه القضية. هنالك بلدان تحاول أن تكون لها تدخل حقيقي وواقعي على الأرض الواقعية وهي من تتسيد المشهد السياسي العراقي. زين أستاذ حيدر، يعني أهم هاي البلدان اللي هي عندها قوى سياسية ممكن تتدخل بأمور العراق حقيقة بلدان المنطقة، هذه النقطة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الإسرائيلي الذين لا يرغبون العراق أن يكون مستقرا، وبالتالي كثير من البلدان التي تحاول أن تستثمر حقيقة العراق، أن يبقى العراق حقيقة متخلفا، أن يبقى العراق ناقص هذه الخدمات، وبالتالي هذه البلدان تأتي من أجل الاستثمار ومن أجل الاستفادة داخل العراق، ولا تقدم للأسف أيضا هي، احنا نتمنى تيجي الاستثمار ويشتغل داخل العراق، بالمقابل المفروض أن يقدم حقيقة منتج معين إلى المواطن العراقي، لكن جميع هذه القضايا حقيقة لا تستثمر
مستغل بشكل حقيقي وبشكل واقعي من قبل السلطة، من قبل الفنيين في الدولة العراقية، وبالتالي أعتقد كثير من المصالح والتقاطعات السياسية الموجودة في المنطقة في الإقليم وفي كذلك تقاطعات الدول الكبيرة في هذه القضية محاولة السيطرة على العراق سياسيا لتسييره لمنهج سياسي معين. ومن أهم هذه الأساليب التي يسيطر على الشارع العراقي وعلى العراق سياسيا هو نقص الخدمات، وبالتالي الذي لا يعجب والذي لا يتماهى مع إرادة وأجندات وسياقات هذه البلدان حق تخرج له هذه البلدان هذه الورقة، ورقة نقص الخدمات، وبالتالي يسقط أمام الشارع العراقي. نعم، موضوع الخصخصة استاذ حيدر شفناه نجح ببعض المناطق، ونشوف بعض المناطق اليوم تفتقر لهذا الموضوع، يعني معناته انه اليوم ماكو ازمه بالكهرباء بل هي ازمه مفتعله، ماكو ازمه حقيقيه. خصخصه الانتاج الطاقه الكهربائي، نعم. اعتقد هي حتى هذه الخصخصه فشلت في كثير من المواقع، المكان الوحيد الذي او المنطقه الوحيده الذي نجحنا بتقديم خدمه الكهرباء بشكل حقيقي هي منطقه بسمايه، ونشاهد الاقبال الواضح والكبير حقيقه من قبل المواطن العراقي لحقيقه ان يكون له موطئ قدم في هذه المدينه الحديثه. اذا هذه تجربه ناجحه، كان من المفترض على القوى السياسيه اعاده تجربتها بكثير من المواقع، وبالتالي لكانت هي النواه الاولى لحل جميع مشاكل الخدمات التي تعصف بالعراق. وبالتالي حتى قضيه خصخصه التيار الكهربي، وانا وجهت سؤال الى احد الاخوه الذين أرادوا القدوم إلى منطقتنا من أجل خصخصة هذا الموضوع، نعم. قلت له تضمن لي كهرباء 24 ساعة؟ قال لا ما أضمن كهرباء. قلت له عشان الداعي للخصخصة؟ قال هو قضية جباية لكن بطريقة أخرى. إذن قلت له أخويا شكرا جزيلا لك، يعني سارقة من نوع آخر، نحن لسنا بحاجة إلى مشروع جباية، نعم. طب هي الدولة اسمها تقوم بموضوع الجباية، فأعتقد أنه قضية الخصخصة هي جباية بنوع آخر وليس تقديم اسم الطاقة الكهربائية بشكل كامل للمواطن العراقي. زين ايش معنى يعني هذا الموضوع نجح يعني منطقه بسمايه؟ مو هي تابعه ضمن العراق يعني ضمن الخريطه العراقيه؟ انا اقول لك اولا بسمايه المشروع مستقل، اولا بنيت لها محطه، ولذلك النقطه اللي قبل قليل تحدثنا عنها قلت لك يجب ان تكون اداره غير مركزيه ولا مركزيه لاداره الخدمات. يعني المفروض كل منطقه تبني لها محطه؟ محطه، هنالك محطه بسمايه الخاصه، باعتبار هذا المشروع يجب ان يلاقي النجاح، نعم. باعتبار انها شقق سكنيه، وبالتالي انقطاع التيار الكهرباء عن هذه الشقق يؤثر بحقيقه استقطاب المواطن العراقي، تقديمها على انها مشروع ناجح، وبالتالي هذه المحطه انتجت 3000 ميجا وات، استهلكت بسمايه تقريبا 1200 الى 1300 ميجا وات، وبالتالي الباقي هنالك مشروع او توقيع عقد مع الشركه الكوريه التي تنتج هذه الطاقه الكهربائيه لارسالها لمحافظه بغداد او المحافظات القريبه من منطقه بسمايه. نعم. زين برايك اليوم ليش ما يسوون يعني شبكات خاصه بكل مناطق ممكن ينهون هاي الازمه؟ حقيقه هذا سؤال انا اوجهه الى الاخوه القيمين على وزاره الكهرباء، الاخوه السياسيين الموجودين في مجلس النواب العراقي، الحكومه العراقيه، لماذا لا نسعى الى هذه التجربه الناجحه؟ وبالتالي اذا ما اقمنا حقيقه محطات، ويجب ان تكون هذه المحطات قريبه من مصدر الماء، وكذلك يجب ان يكون الوقود التي تشتغل بهذه المحطات متوفر محليا، انا لا ابني محطه وبالتالي حق لا تتوفر لها الطاقة التي تشغل هذه المحطة وأضطر إلى استيراد حقيقة هذه الطاقة من الخارج، وهذا ما شاهدناه حقيقة من تعطل كثير من المحطات بسبب انقطاع الغاز الإيراني عن هذه المحطات. وبالتالي أنا ما الفائدة أبني محطة واسمه الوقود اللي يشغلها من الخارج، ما محلنا المشكلة. إذن نحن نحتاج بناء محطات تشتغل على نوع الوقود المتوفر، نعم. ولدينا تجربة باعتبار هنالك الوقود اللي احنا نسميه بالتعبير الدارج مالتنا النفط الأسود، واللي هي فضلات حقيقة لعمليات التكرير النفط في العراق، وبالتالي هذا منتج حقيقة رخيص، اولا سعره رخيص وزهيد، كان سابقا يعطى بالشكل مجاني الى معامل صناعه الطابوق، وبالتالي نستطيع ان نبني محطات تشتغل على هذا الحق على هذا الوقود. وهنالك ايضا من المفترض ان يكون هنالك معامل لاستيعاب الغاز المصاحب لعمليات تكرير النفط، الغاز الحر الموجود مكامن للغاز في كثير من المحافظات العراقيه، ان تبنى محطات لاستغلال هذا الغاز، وبالتالي اذا ما حق تم توفير هذا الغاز نستطيع أن نقدمه إلى هذه المحطات التي تبنى بشكل حقيقي. إذا نحن نحتاج إلى التخطيط أولا. يعني برأيك وزارة الكهرباء اليوم ما بيها ناس فنيين، ناس عندهم إمكانيات ممكن يخططون بصورة صحيحة؟ مو أنا أقول دائما، أنا أحكيها ستيبة يعني هسه هم راح أعيد وأرجح لهذه القضية، أنا أقول مو دائما الجانب الفني هو الذي يتحكم بإرادة وأداء وإدارة الوزارة أو الحكومة العراقية، مو قلت لك هنالك أجندات
وهنالك سياسه تتحكم بهذا المشهد. هسه عوفينا من الكهرباء، ما عندنا خلل بانتاج الماء، محافظه البصره مو اللي حتى هذه اللحظه تأن ونحن لدينا النهرين. نعم. ما هذه مشكله؟ زين من الذي يقف وراء هذه المشكله؟ هذه واحد. قضيه الصرف الصحي، احنا مو كل شتاء نشوف فيضانات بغداد وكل المحافظات، ما ان ينزل علينا نسبه بسيطه من الامطار واذا بالشوارع تغرق في هذه القضيه، هذه مو نقص ايضا بالخدمات، احنا مو نتحدث فقط عن وزاره الكهرباء، جميع الخدمات التي تقدم الى المواطن العراقي فيها خلل واضح، الازدحامات ونشاهد كلها ازمات مفتعله بالعراق. شفتي انت طريق بني حديثا، خطة حديثة، هنالك المقترحات التي قدمناها حقيقة لمحافظة بغداد إلى الجهات المسؤولة بضرورة أن تكون هنالك طرق حولية، أن تنشأ كثير من شبكات حقيقة النقل والمواصلات بشكل شعاعي، بشكل حقيقة دائري. نعم. وبالتالي هذه المشاريع، الأرض موجودة ومفتوحة، الجانب الزراعي نشاهد لحد هذه اللحظة البساتين التي تعدم والتي تقتل من أجل أن يكون محطة بنزين أو مولات معينة أو محلات معينة، حتى مشاريع صناعية تنشأ في هذه القضية لتوفير فرص عمل للمواطن العراقي، باعتبار أيضا هذه المشاريع تتلكأ بعقبة إنتاج الطاقة الكهربائية، باعتبار هذه المشاريع الصناعية تحتاج الطاقة للنهوض عليها، وإذا لم تتوفر هذه الطاقة كيف يكون المشروع ناجحا في هذه القضية. إذن كثير من المشاكل حقيقية وواقعية حق فرضت نفسها على المشهد السياسي أولا بعد ذلك الخدمي، وبالتالي من يدفع الضريبة في هذه القضية؟ يدفع الضريبة المواطن العراقي الذي يعاني من نقص الكهرباء والمياه والطرق الصالحة لتنقل الازدحامات، حق عدم الاكتفاء أيضا بجانب المواد أو السلع الغذائية للمواطن العراقي، وبالتالي نشاهد أنه السوق العراقية حقيقة السوق هي عبارة عن مواد للمستورد، وبالتالي لا توجد هنالك لا صناعة وطنية حقيقية نستطيع أن ندعمها بشكل حقيقي وبشكل واقعي، ولا هنالك خطط للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي وكذلك الخدمي للدولة العراقية ومن أجل تقديم هذه الخدمات وتحسين واقع العراق. نعم، يعني نشوف أكثر من مرة مجلس النواب يكشف ملفات فساد تابعة لوزارة الكهرباء ويتم استجواب وزير الكهرباء، لكن ما شفنا شيء يتغير. يعني مجرد اتفاقات. استجواب اتفاقات. اصلا مين علن القنوات يكون داخل الجلسات وسري. شوف المشكلة الأساس بقضية الفساد المحاصصة. هي شلون نوجد عندنا الفساد؟ باعتبار تم تقسيم الكعكه، تم تقسيم السلطه ما بين هذه القوى السياسيه، وبالتالي وزاره الكهرباء تابعه لمن؟ لحزب معين، لقوى معينه، وزاره التربيه لقوى اخرى، وزاره الماليه وهكذا بقيه الوزارات، اذا ما تم استجواب حقيقه وزير الكهرباء من قوى معينه سوف تهدد هذه القوى باستجواب الوزير الذي استجوبت قواه هذه الوزاره، وبالتالي صارت مشروع او صارت عباره حقيقة وللأسف طمطم لي وطمطم لك، لذلك نشوف أنه يستجوب الوزير لكن لا توجد هنالك إجراءات مع هذا الوزير. الآن حقيقة باقي 4 أشهر لهذه الانتخابات، نشاهد هنالك حديث عن قضية استجواب أو حديث عن قضية تغيير وزارة، وين كنتوا عنهم سابقا؟ ليش من بعد 4 أشهر؟ هل الغاية منها غاية انتخابية بهذه أكيد القضية؟ يعني كلها دعايات، شو هل الغاية 4 أشهر بدوية؟ هل هاي غاية انتخابية؟ هل الغاية من هذه القضية تسقيط سياسي معين؟ وبالتالي احنا المفروض نتعامل حقيقة فلنحترم عقلية المواطن العراقي، المواطن العراقي أصبح مواطنا مثقفا واعيا، يفهم هذه أو ما يدور من حوله أو يحاكي من حوله، يجب أن نخاطب المواطن العراقي على الإدراك أو على الثقافة التي يحملها. المواطن العراقي يعتبر العراقيين من الشعوب الحية، يعتبر المواطن العراقي أو صنف العقل العراقي من العقول الذكية جدا، وبالتالي نشاهد هنالك مستشفيات حقيقة قامت على الطبيب العراقي، هنالك مختبرات لحقيقة لكثير من المعالجات الأخرى قامت على الخبير العراقي، أساتذة عراقيين بالفيزياء والكيمياء وكثير من حقيقة المناهج العلمية الأخرى هم عراقيين، وفي كثير من البلدان العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في فرنسا، في بلدان المنطقة، في تركيا، في الأردن، في مصر، في كثير من هذه البلدان، وبالتالي هذه البلدان استفادت من الخبرات العراقية، استفادت من الطاقات العراقية، لكن نحن لا، باعتبار هذه الطاقات محاربة، باعتبار نحن نحارب الناجح إلى أن يفشل، ونحن ندعم الفاشل، لكن الفاشل هل شاهدت فاشلا استطاع أن يتحول من الفشل إلى النجاح؟ وبالتالي سيدتي الكريمة يجب أن يكون حق اختيار
الشخصيات في الأماكن المناسبة. يجب أن يكون عمل القوى السياسية بشكل حقيقي وبشكل واقعي يخدم المواطن العراقي ويقدم الخدمة للمواطن العراقي. يجب أن نترك قضية المحاصصة، يجب أن نترك قضية حق الفئوية والحزبية والطائفية، يجب أن نترك كثير من العادات والممارسات التي تعودنا على استخدامها خاصة الطبقة السياسية بعد عام 2003 إلى حد هذه اللحظة. يجب أن نغلب حقيقة لغة الوطن والمواطن في هذه الموضوع، وإذا ما استطعنا أن ننتصر بهذه اللغة أنا أقول لك الحلول واردة والحلول موجودة، وهنالك قوى وطنية وقوى حقيقية والناس أصحاب خبرة يستطيعون أن يديرون جميع حقيقة الوزارات العراقية والمؤسسات العراقية بشكل ناجح وبشكل كبير. نعم زين، برأيك اليوم أكو سياسيين بالعراق عندهم مولدات أهلية وخاصة بهم؟ حقيقة لا تخلو هذه القضية، لا تخلو، لكن قولي لي من الذي يستطيع أن يحدد هذه القضية؟ يستطيع أن يحدد هذه القضية المشرف والمتابع والقيم على هذا الموضوع. نعم. باعتبار هذا المشروع المولدات أعطيت مهام إدارتها ومهام تسليمها إلى المحافظين، وبالتالي المحافظ للمحافظة المعنية هو حقيقة المسؤول لتبيان هذه الموضوع باعتبار المرجعية والقانون قد تحدث أنه الموظف ما من حقه أن تكون له مولدة، شيخ العشيرة ما من حقه أن تكون له مولدة، الشخص والسياسي المتنفذ أيضا ما من حقه أن تكون له مولدة. أعطيت وتحدثت المرجعية والنصوص القانونية أن تعطى إلى الأشخاص الذين لا وظيفة لهم لا عمل لهم، وبالتالي هو دعم وخلق فرص معينة للمواطن العراقي. لكن هل التزمت الحكومة العراقية بأوامر المرجعية؟ هل التزمت الحكومة العراقية بالتعليمات والنصوص القانونية التي شرعتها هي والتي تحدثت بها هي؟ وبالتالي اعتقد لم تلتزم، والدليل واضح عندما يشرع سعر الامبير لا يوجد هنالك من يلتزم بهذه القضيه. زين استاذ حيدر، شو سبب ماكو التزام يعني بكلام المرجعيه وكلام المحافظه؟ طبيعي اسماء القضيه، اولا لا توجد هنالك يعني هم السياسيين محتاجين اليوم يجيبون مولدات ويبيعون امبيرات، هذه مشاريع تجاريه اعتبروها مشروع تجاري، وبالتالي انا اتعامل معك كمشروع تجاري في هذه القضيه. حتى قضيه انه شلون اقدم الخدمه للمواطن العراقي اقدمها من خلال الفكر التجاري، لا اقدمها من خلال حق الفكر الانساني او التعامل الانساني في هذه القضيه. نعم. مو احنا قضيه المولدات بدءا كانت من باب انساني باعتبار فرص عمل وايضا تقديم الخدمه الكهرباء التي عجزت عنها الدوله العراقيه لتوفيرها. الان الحكومه العراقيه خلينا نحسب ايش قد مولدات موجوده عندنا استوردتها الدوله العراقيه، ايش قد غاز تصرف اللي هي تشتغل على الغاز، ايش قد غاز تصرف هذه المولدات، وبالتالي ما تستطيع الدوله ان تخلق محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه تستهلك هذا الغاز وهذه ايضا المبالغ التي تهدر على هذه المحطات او على هذه المحوله او المولدات. حقيقه اعتقد انه يحتاج الحكومة العراقية تحتاج إلى تخطيط حقيقي وواقعي ومكاشفة حقيقية وواقعية ومحاربة للفساد، تستعين وتتعاضد الحكومة مع القوى السياسية لمحاربة هكذا فساد. القوى السياسية إذ كان هنالك ما بينهم فاسد فليتحدثوا ويقولوا هذا فاسد ويطرد خارج هذه القوى السياسية. الحكومة العراقية إذا ما كانت تحمي فاسدين داخل مؤسساتها يجب أن تتحدث عن هؤلاء الفاسدين. أيضا يجب أن نضع شخصيات تحاسب الفاسدين والمفسدين بعيدة عن الشبهات. نعم استاذ حيدر، نجي لموضوع التلوث والاضرار اللي تسببها هاي المولدات الاهليه للمواطنين، فضلا عن نشوف الوايرات المنتشره بالشوارع اللي باي لحظه ممكن يسقط واير على العالم ويمكن شخص او شخصين يموتون، هواي حالات هاي انتشرت بالعراق. ايش رايك بهاي الظاهره؟ شوفي الحقيقه الاضرار كبيره، انا حقيقه تعاملت اكثر من حاله. نعم. الواير ممدود وتحديدا في احد المدارس واير ممدود وكان هنالك حقيقه طبق او تماس ما بين الواير والباب الرئيسي للمدرسه، وبالتالي ذهب ضحيته احدى الطالبات في هذه القضيه، وهذه حقيقه كثيره وليس فقط في المدارس ايضا حقيقه في المناطق باعتبار انه هذا الواير يمتد على أعمدة الكهرباء، وبالتالي أيضا قضية مد هذه الوايرات هي ليست بالطرق التي ترعى أو تحافظ على السلامة العامة في هذه القضية، وبالتالي كانت حوادث كثيرة وعديدة في هذه القضية. الضوضاء التي تخلقها المولدة كذلك، أيضا التلوث نتيجة العادم ودخان التي يخرج من هذه المولدات. نعم هذه المولدة أعطت تعويضا لتوفير الطاقة الكهربائية لربما في بعض المناطق، هنالك بعض المناطق حق تطبق
التسعيرة من قبل الدولة وتقدم خدمة حقيقية للمواطن العراقي، لكن الأغلب الأعم لا يلتزم بهذه الضوابط، الأغلب الأعم أيضا لا يراعي قضية السلامة العامة لهذه المولدات من خلال حق مد الأعمدة وكذلك مد الوائرات الخاصة في هذه القضية، وأيضا اختيار الأماكن المناسبة وبعيدة عن حقيقة المناطق المأهولة وبعيدة عن المدارس. نعم أستاذ حيدر، ليش ماكو رقابة على هذا الموضوع؟ يعني من ناحية أنه إنشاء موقع المولدة اليوم، يعني البيت قريب على المولدة يبتلي على عمره مثل ما يقولون، لأن الصوت العالي، الوائرات، تشوف الإزعاجات تصير من يطفي ويشغل، والتلوث والريحة، كلها ممكن تأثر يوم على حياة المواطن. ليش يوم ماكو رقابة من وزارة الكهرباء على هذا الموضوع؟ أنا أقول مو رقابة، هي قضية مو قضية رقابة، مو هي هنا هم نرجع للنقطة. المولدات هي ليست مسؤولية وزارة الكهرباء، ليس بالصدد أن يدافع عن وزارة الكهرباء، لكن هذه حقيقة يجب أن نتحدث بها. نعم. المولدات مسؤولة المحافظين، مسؤولية الإدارات المحلية في هذا الموضوع، وبالتالي كان من المفترض أن يكون هنالك تخطيط وتوزيع لهذه المولدات في أماكن بعيدة عن الكثافة السكانية، يختار لها أماكن أيضا تراعي الضوضاء، يعني أن يكون الضوضاء بعيدة عن هذه القضية، اختيار المولدات التي لا صوت لها حقيقة في هذه القضية. إذن كثير، إذن نحن نحتاج ماذا؟ نحتاج التخطيط حقيقة في هذا الموضوع. نعم. لأجل تقديم هذه الخدمة إلى المواطن العراقي. إذا غاب التخطيط نشاهد التخبط في الإدارة، ولذلك نشاهد الآن عدم اختيار المواقع الحقيقية والمواقع المناسبة لهذه المولدات، حقيقة اختيار نوعية المولدات أيضا من المولدات التي تثير أسماء التلوث، التلوث كان ضوضاء باعتبار هي أحد أنواع التلوث، أيضا الصوت العالي والضوضاء، وأيضا بالإضافة التلوث الأجواء من الدخان التي تولد هذه المولدات. بالإضافة كان من المفترض أن يكون هنالك آلية لمد هذه الوائرات وتسليك هذه الوائرات، يجب أن يرعاها حقيقة صاحب المولدة بآلية وبطريقة بحيث لا تؤثر، وأن يكون شكلها جماليا وفي هنالك شكل جمالي. اليوم جمالية بغداد فقدت بسبب هاي الوائرات والأسلاك الممتدة، نشوف يعني كل فرع نشوف شبكة عنكبوتية ممتدة بالأسلاك. إذن كان من المفترض أن يكون هنالك إدارة لهذا المشروع، باعتبار هذا المشروع يجب أن يكون له تخطيط، وإذا ما غاب التخطيط ان وجدت قضيه التخبط الاداري في هذا الموضوع. نعم، موضوع الخصخصه استاذ حيدر، يعني اليوم ليش ما يطبقوه على كل المناطق بصوره عامه؟ مو هو ما نجح، وانا اريد بس مشروع بس مناطق يعني نجح. هو ما نجح، هو لو ناجح المشروع كان قبل المواطن العراقي بكل اسمه شراحه وبكل مناطقه، مو هو ما نجح، هذا جانب. الجانب الاخر ايضا حق هنالك تم اختيار التجربه طبقت على بعض المناطق التي قد تكون مناطق فقيره، وبالتالي المواطن من تجي وتنطي مثلا كميه محدوده من الكهرباء، قد تكون 30 امبير او اكثر من هذه الكميه، او اجي ان احدد الاسعار واقيم الاسعار انه اللي يجي. طيب انا اسره وكبيره جدا، انت من تقول لي ازيد من 2 مكيف اشغل لك راح تصير السعر بهذا المبلغ، واني ما عندي اسمها حقيقه عيشه اعيش بها انا اطفالي، ما عندي مصدر رزق ان اصرف به على اطفالي، ما عندي حقيقه فرصه عمل اعمل بها من اجل ان اوفر الحياه الكريمه لابنائي ولاطفالي، يجي انا مشكله الكهرباء وقضيه الكهرباء واسعار الكهرباء تكون كاهلا اخرا على المواطن العراقي. وبالتالي اعتقد هذه الاليه وهذه الفكره بتوزيع الطاقه الكهربائيه حقا لم تراوج النجاح ولم تجد لها حق ارض للنجاح في هذه القضيه، لذلك فشل هذا الأداء وفشل هذا المشروع هو الذي حجم انتشار هذه القضية. والنقطة الأساسية التي حجمت انتشار هذا المشروع ونجاح هذا المشروع هو أنه إحنا ننطيك الكهرباء وصير مورد مالي، الكهرباء 24 ساعة، لم تستطع الدولة العراقية توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة لهذه المناطق، وبالتالي حقيقة حكمت على هذا المشروع بالفشل. أستاذ حيدر، لاحظ أنه أكو هدر بالطاقة الكهربائية تحديدا من قبل الوزارات وأيضا بيوت المسؤولين والنواب وغيرهم، نشوف يعني استخدام المصابيح بشكل مفرط بالإضافة إلى السبالت والمكيفات التدفئات بالشتاء، هاي كلها يوم ممكن يعني تأثر على الهدر العام للمال العام وأيضا للطاقة الكهربائية، شلون نشوف هذا الموضوع؟ أعتقد هذا الموضوع حقيقة نذهبنا إلى يعني ياخذنا إلى موضوع بعيد جدا، وهو عدم مراعاة مشاعر المواطنين. أنت مسؤول. نعم. والله مفضل عليك وصار عندك اسمه خير من الله من الملايين، كان من المفترض أن تراعي مشاعر الآخرين، الإنسان الفقير اللي ما عنده مبردة يشغلها، قد يكون ما عنده مروحة يشغلها. نعم. وبالتالي يجب أن تبتدئ بنفسك
حقيقة. التغيير ينطلق ترى من الذات، من الإنسان. إحنا إذا ما أردنا تغيير بلد، تغيير سياسة، أول مرة أغير ما بنفسي، بعد ذلك أغير المجتمع وأغير الواقع. يجب أن أبدأ بأسرتي أنا للتغيير، بعد ذلك أنطلق إلى المجتمع من أجل التغيير. وبالتالي أعتقد أن الأخوة كان من المفترض عليهم المسؤولين، حتى الشخصيات الغنية، وبالتالي يقول لك أنا بفلوسي، أنا جاي أسوي هذا بفلوسي، وجاي أصرف وجاي أنطي، وعندي مولدة خاصة، ما يخالف بفلوسك، على عيني وعلى رأسي، لكن ماكو فقير يباوع لك. وانت ليش انت تخلق هذه الطبقيه ما بين المواطن العراقي؟ واذا ما خلقت هذه الطبقيه حقيقه سوف تؤثر باداره الدوله العراقيه، وسوف تؤثر ايضا باختيار المواطن العراقي أكيد. وتقييم المواطن العراقي. يعني كل ناس يوم تتحسر على هوا البنك مع الاسف. احسنت. نعم استاذ حيدر، شكرا لك وشكرا لانضمامك اليوم ويانا يعني في برنامج المعتمد، تحياتنا لك. شكرا لكم، حياكم الله. الى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا، مع السلامه.